السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم مشاهدينا الأعزاء. ومن المطبخ الصحي وبرنامج عوافي نقدم لكم طبق صحي ومفيد. خلونا نشوف المقادير مع بعض. مكوناتنا: ستيك، فطر مقطع، طماطم صغيرة، بقدونس، بطاطس مهروسة، زيت زيتون، فلفل أسود، ملح، سلطة الخضروات، مجموعة خضروات، خردل، زيت زيتون، ليمون، ملح، عصير الطاقة، قطع الأناناس، نصف ليمونة، موز، عصير أناناس. حياك الله معنا أختي خولة، اليوم أكيد بتقدمي لنا الأطباق المذكورة، تفضلي. إن شاء الله. اليوم طبقنا اللي هو الستيك، نحط ملعقة زيت زيتون ونحركه شوي. الستيك لازم يكون في درجة حرارة القرفة، قبل لا نستخدمه نتأكد أنه في درجة حرارة القرفة، هذه يخليه طري أكثر معانا. الستيك هو يحتوي على بروتينات كثيرة وعلى بعد دهون كثيرة، بس إحنا شنو كثر ما نقدر نستفيد من البروتين الموجود فيه، وهم يعطينا طاقة. سمعت أنا خولة أن اللحوم عامة تكون مشبعة بالدهون أو ذاتية الدهون، يعني دهونها مفيدة. بالضبط، دهونها مفيدة. إحنا كثر ما نقدر ناكل الدهون الصحية اللي ممكن هي تفيد جسمنا. تعرفين ان في ناس وايد يخافون من الدهون، كله دائما يحاولون انهم انظمتهم الغذائية تكون خالية من الدهون، فاحنا الدهون اتهمنا عشان الشعر، عشان الاظافر، عشان حتى الحيوية. تعرفين الجلد وطراوة الجلد وايد تعتمد على الدهون، في فيتامينات كثيرة مخزنة في الدهون، فيتامين كي وفيتامينات وايد، بس احنا للأسف لما نقطع هذه الدهون بتاتا من نظامنا الغذائي وايد احنا نتاثر. ايش رايك نضيف الملح والفلفل شويه؟ ان شاء الله. شيء بسيط. ونخليه لمده 4 دقائق على هذا الوجه. وبعدين نقلبه الوجه الثاني بعد ال4 دقائق. يعني 4 دقائق على الوجه الاول وبعدين لما نقلبه بعد ياخذ استواء 4 دقائق. ايش رايك عيل؟ لين يستوي عندنا الستيك نسوي سلطه. تفضلي. سلطتنا اليوم سهلة وحلوة، بس شنو اللي فيها؟ بعلمكم شلون تحتفظون في السلطة لمدة يومين في الثلاجة ما تخترب، بحيث الناحية نحطها هني وحين بنحطها مع بعض نشوف، وما نحط بدون الصوص. قبل لا ناكلها نحط عليها الصوص، بهالطريقة نحتفظ فيها فرش وممكن ناكلها في أي وقت. يعني خولة إذا مثلا عندنا سلطة زيادة أو خضرة مثلا زيادة وحبين إحنا نسويها سلطة، طريقة الحفظ تكون في برطمان. بالضبط. بدون إضافة أي صلصة عليها. بالضبط. وتحتفظ لمدة يومين قلتي لي خولة؟ بالضبط. نسكر عليها عدل بحيث بعد أن هوا ما يدخلها. خولة طريقة الستيك أو حرارة الستيك تكون متوسطة على نار متوسطة أو على نار عالية أو خفيفة كلش؟ كثر ما نقدر نخليها متوسطة، لأن في ناس يحبونها ولدان، في ناس يحبونها مو ولدان، فعلى حسب الشخص اللي يحبه، بس إحنا اليوم بنسويها ولدان. نحطها في الجار أو في البرطمان بهالطريقة. والله حلوة فكرة أن أنا أحفظ الطعام في مرطبان زجاجي. إيه طبعاً، إحنا بنتعلم شوي شوي أن إحنا نحافظ على النعمة، وأن الأكل حتى نسوي له ريفيل، ممكن نحطه في الثلاجة وثاني يوم نسوي طبخة ثانية غير الطبخة اللي كانت عليها قبل. حتى الدجاج، يعني أنا متعلمة أن الدجاج لو زاد ممكن إحنا ثاني يوم مال المكبوس، ثاني يوم نشيل الدجاج نسوي فيه سندويتشات. فإحنا في طرق عدة ممكن أن إحنا نسويها الطريقة بحيث أن إحنا نحافظ على هذه، بتكون الطبقة الأولى. الطبقة الثانية طماطم. ايش رايك نقلب الستيك؟ تفضل. الحين مدة 4 دقائق على الوجه الثاني. بالضبط.
احنا تكلمنا عن فايدة الطماط خولة، شوي تقولين لنا عن فايدة الطماط. الطماط يحتوي على فيتامينات ويحتوي على بعد معادن. الطماط وايد مهم حق حياتنا، يحتوي على نسبة كبيرة من المياه. الطماط فيه أملاح معدنية، الجسم وايد يحتاج إلى أملاح، فإحنا ممكن أساعدك أشيل عندك هذه. تفضلي. فإحنا بهالطريقة نقطع شوي زيادة طماط. خلصنا طبقة الطماط. البعض يفضل انه ما تكون السلطه فيها طماط او يكون مقطع طماط، بس هني قلتي لي بطريقه الحفظ ما يخترب بالطماط ولا يتاكسد. بالضبط. هذه طبقتنا الثانيه. انا هني مقطعه الفجل الاحمر. بالضبط، الفجل الاحمر وايد مفيد حق الجسم، حتى يخلصنا من الدهون اللي في الجسم، في نفس ما قلنا فيتامينات، معادن، في كميه كبيره من الالياف، وكل هذه الاشياء بعد فيها نسبه كبيره من الماء، جسمنا وايد يحتاج الماء. فاحنا نعطيه كل حاجته. الحين بقى طبقتنا الأخيرة اللي هي الخيار. ونقدر ننوع في السلطة، يعني نحط الفجل الأحمر، نحط الذرة. طبعاً. يعني جميع أنواع الخضروات الموجودة عندي أقدر أضيفها للسلطة. نعم. وطبعاً الفوائد متعددة. فإحنا المفروض أن إحنا نأخذ في ثلاث وجباتنا كثر ما نقدر الوجبتين منهم يكون فيهم سلطة، أن إحنا يكون حصتين من الخضروات نأخذها. بس الفواكه ثلاث حصص من الفواكه إحنا نأخذها يوميا، فإحنا بكذي خمس حصص من الفواكه والخضروات المفروض أن إحنا نأخذها يوميا يحتاجها الجسم. وعندنا بعد خضروات فيها مضادات أكسدة، هاي الشيء وايد مهم، يبعد عنا، يقوي جهازنا المناعي، يبعد عنا حتى اسم الله عليكم بعيد الشر السرطان. فاحنا نحتاج ان احنا ننوع اكلنا عشان نضمن صحتنا. وباعتدال. وباعتدال. احنا شي خلصنا طبقتنا الاخيرة. سلطتنا سهلة. ممكن ان احنا نسويها اي وقت ونحطها في الثلاجة، بحيث ان احنا ممكن ناخذها حتى في الشغل ويانا. نقدر نضيف عليها مثلا صلصة الزبادي، صلصة الليمون بالزيت الزيتون وهكذا. هي شي خلصت، بس تعالي نسوي الصلصة مع بعض. يلا الصلصة اللي احنا اليوم نبي نسويها. صلصتنا اليوم اللي هي فيها ليمون وفيها زيت زيتون وفيها ملح والمكون الأساسي واللي يعطي طعم رهيب اللي هو الماسترد، اللي هو الخردل. الخردل نخلطها بهالطريقة. بس طبعا احنا اليوم ما راح نضيفها، متى قبل لا ناكلها احنا نضيفها. وحين لين السيفنا يجهز شلون نسوي عصير. يلا توكل على الله. عصيرنا فيه موز وليمون وبنبل. عندنا شرايح الأناناس ونصف ليمونة وموز. نحط قطعتين منهم على حسب الكمية وعلى حسب الأشخاص اللي بتذوقون العصير. صح. ونحط موزة كاملة بهالطريقة. الليمونة نعصرها، هي نص ليمونة تكفي
عشان نتأكد ان احنا ضفنا فيتامين سي. عندنا شنو بعد؟ ونص كوب عصير الأناناس يكفي. وكذي عصيرنا خلص. نصبه في كلاصنا ونخليه جاهز. الحين احنا خلصنا عصير الأناناس مع الموز وعندنا ستيكنا. أعتقد انه شارف ها؟ خلص جهز. جهز ستيكنا بشكله يجنن. نسوي الخلطة مالته اللي نبي نسويها معاه في نفس الطابي. في نفس الطابي عشان الطابي الحين عندنا مشروم او فطر طازج. تعرفين الحين الزيت اللي فيه هو زيت زيتون وزيت الستيك مع زيوت الدهون فالحين تعطينا طعم وايد حلو مع طماط ونخليهم يذبلون مع بعض. احنا كذي الطبق سوينا ان احنا حطينا فيه خضروات بدو يذبلون فكثر ما نقدر حاولنا ان احنا نخليه يحتوي على بروتين حيواني. خلينا بروتين نباتي ناقصنا شيء واحد ناقصنا الكربوهيدرات. الحين بعد شوي بنضيف اليه كربوهيدرات عشان يصير طبق كامل. في صورة شنو بنضيف الكربوهيدرات خولة؟ بنحط مش بوتيتو وياه. نضيف له شوي فلفل اسود وشوي ملح. لاحظت ان العصير ما ضفتي له اي سكر ولا محلي سكر، يعني اعتمدتي بس على السكر الموجود في الفواكه نفسها. اي نعم، السكر الموجود في الفواكه وايد شيء مفيد، واحنا بعد ما نحاول ان احنا ما نضيف سكريات وايد في اكلنا، السكريات تقلل وتضعف الجهاز المناعي مالنا. وكثر ما نقدر ان احنا اكلنا نخلي نقدر الناس اللي فيهم بسم الله عليك سكر فيهم ضغط ممكن انهم يتناولونه بكل اريحيه. صلصتنا خلصت. شوحناه بشكل بسيط بحيث ان احنا نقدر ناكله ونحس انه هو طازج. نضيفه إلى الستيك. كذي احنا يبقى لنا المش بوتيتو اللي هو يعتبر الكارب اللي عندنا والنشويات اللي عندنا. الحين احنا ايش نقدر ناخذ؟ ممكن في ناس يحبونه مع حليب شوية، في ناس يحبونه مع جبن، فعلى حسب الشخص هو شي يحب ياخذه. وطبعا ننصح ان احنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا ما نضيف اليه زيوت ولا دهون ولا حتى زبده عشان يكون كذي طبقنا كامل. بهالطريقه احنا ضمننا الله يعطيك العافية أختي خولة على الأطباق المفيدة اللي قدمناها اليوم من المطبخ الصحي المشاهدين وعليهم بألف عافية. أعزائنا المشاهدين نلقاكم بكرة في حلقة جديدة ومفيدة. خلكم ويانا، مع السلامة.